الصبيقة نشوف تي في. اهلا وسهلا، صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من تطوان عبر شوارع المدينه. شوفوا معنا الاجواء طبعا مع هذا البرد القارس متسبينا. حنا كنتواجدوا الان في طريق الدائري، طلقنا من مدارات الشعيري في اتجاه طريق الدائري. شوفوا معنا الاجواء، مرحبا بكم معنا اينما كنتم متسبينا. قولوا لنا كيفاش دايره الاجواء عندكم في المدن ديالكم. نتمنوا تكون امطار الخير كتسعوا من ربوع جل ربوع المملكه متتبعين. احنا الان على مقربه كذلك من المؤسسه، من البنايه الضخمه ديال بناء المستشفى الجامعي ديال تطوان، ولكن تذكير الاشغال مشافيه ثقيله متتبعين مقارنه مع بناء المحكمه الابتدائيه اللي كتعرفها تطوان على مقربه من كليه اصول الدين. وهذا سؤال تطرحه مجموعه ديال الساكنه ديال تطوان، ان كيف يعقل ان مشروع بناء مستشفى الجهوي للتخصصات بمدينه تطوان الاشغال فيه مشات ثقيله مقارنه مع نظيرتها المحكمه الابتدائيه اللي طبعا قريب تتسالى وربما يتم التدشين ديالها في الشهور القليله المقبله. اذا هذه صدفه بغينا ندوزوا هذا الميساج متتبعينا باش وزاره الصحه للتذكير ان سي وزير الصحه نعرفوا شنو هو المشكل ديال التاخير او البطء ديال الاشغال اللي في المستشفى الجهوي للتخصصات بمدينه تطوان. طبعا استبشرنا خيرا بهذه البنايه الضخمه، ولكن نتمناو انه يوجد في اقرب وقت ممكن بناء على التوقيت اللي معطيه له في البلاكا ديال المشروع مده ديال الانجاز. اذا كما كتشوفوا معنا في هذا الطريق الدائري امامكم جبل الغورغيز، الاجواء جميله ولكن كاين انخفاض درجه الحراره، كاين البرد القارس، حتى الساعه ما كاينش امطار. قولوا لنا متابعينا المدن ديالكم واش كاين امطار ولا لا. وعلى اليمين ديالنا كاين جبل الدرس والحزام الاخضر كما كتشوفوا في هذه الصور متتبعينا. اذا الحيطه والحذر كذلك مستعملين الطريق، لان كاين زخات مطريه، كاين زلق، كاين غليساج. ونتمناو السلامه لكل مستعملين الطريق اينما كنتم، داخل تطوان، خارج تطوان، داخل المغرب او خارج المغرب. اذا احنا معكم في الطريق الدائري 9 ابريل اتجاه وسط المدينه. نتمنى تقضي معنا اوقات جميله في هذه الدردشه الصباحيه عبر شوارع المدينه كما كتشوفوا معنا متتبعين. اذا اشغال جاريه على قدم وساق في الواد المحنش او واد مرتيل، اطار اعاده الهيكله ديالو. السكينه تطوان كذلك كتسائل واش هذا الواد غيرجع كما قيل لنا سابقا انه ممكن يكون في حال فينيسيا الايطاليه. نتمنوا صادقين ان هذا الواد يتشغل وتكون فيه البواخر السياحيه الترفيهيه الجميله اللي يمكن متنفس للساكنه والزوار. اذا نحن معكم الان في الطريق الدائري ديال تطوان 9 ابريل خلف ملعب صنيه الرمل على مقربه من الحرس الملكي فين كيتلعب الخيل الفروسيه عفوا. اذا نتمنى تقضي معنا اوقات جميله كما قلت. اجواء جميله هنا في تطوان الان، وكاين انخفاض درجه الحراره 12 درجه، ولكن تذكير في الصباح الباكر كانت بروده، كان البرد البرد البرد. هنا ملي كنهضروا على البرد دائما كنستحضروا الناس اللي ما عندهمش ماوى ساكن في الشارع، يعني الناس ديال ما نقولش المتشردين في الحقيقه، لانه ما كنسمى الناس بدون ماوى، المصطلح القدحي نسبيا ديال المتشرد، الظروف الاجتماعيه والاسريه حاله دون ذلك متسبين. نتمناو كل المغاربه يتعاطفوا مع هاد الناس هادو اللي عنده شي ملابس او شي اغطيه ما كيزايده في الدار او لعده اعتبارات، انه يعطيها لهاد الناس هادو. بالنسبه كتشوفوا انخفاض درجه الحراره كيكون البرد القارس مستمر. اذا حنا خلف ملعب صنيه الرمل كما كتشوفوا، انا مقربه من مدارات كويلمه، غادي نمشيو في اتجاه شارع المحمديه، نقلبوا اتجاه. نتمنى تقضي معنا اوقات جميله في هذه الدردشه الصباحيه، ومرحبا بالتعليقات ديالكم اينما كنتم متابعين. امامكم جبل الغورغيز وهذا اللي امامكم، طبعا جبل الغورغيز من المناطق المعروفه في تطوان. غادي ندخلوا في هذا الطريق، نقلبوا اتجاه متتبعين. اعتقد ما نكونش حطيت الطريق، غادي نمشي على العموم على العموم على العموم، نبدلوا الوجهه في اتجاه التوته متتبعين. كيداير الاجواء عندكم في المدن ديالكم؟ كاين شي شتا، كاين شي برد، كاين شي تساقطات ثلجيه. طبعا الله يرحمنا ونطلبوا الله ان تكون الامطار الخير كتعم جل المدن. دوزنا من التوته لان مجموعه ديال المتتبعين ديالنا تيطلبوا، حنا الان في شارع طنطان، تيطلبوا اننا ندوزوا من حي التوته كما دوزنا البارح بالليل حي الصومال نزولا عند رغبه الشاب بلال من حي الصومال. اذا مرحبا بكم معنا حي التوته، هي القديمة والمعروفة هنا في مدينة تطوان. غادي نمشي معكم عبر شارع المحمدية وصولا إلى شارع الدار البيضاء كذلك، ثم الوصول إلى البلغاسرة كجري بزاف.
اذا متابعينا طبعا في تطوان كانت سياره الاجره الصغيره معروف او في الاطار المزاح والضحك اللي يقولوا لها البلغه الصفراء لان كتنقص بزاف. طبعا كاين بعض السائقين شرفاء وكاين بعض السائقين لان دابا حنا خارجين ولكن الطريق ماشي ديال 50 ولا 60 هنا ديال 30 ولكن هذا السائق سياره الاجره ابى انه يمشي بهذه السرعه ما نقولش المفرطه ولكن اللي مع الزلاق والشتاء الحيطه والحذر متابعينا. اذا الان حنا في حي التوته امامنا على اليسار سوق قرب صنيه الرمل. هذا من الاحياء هذا من الاسواق النموذجيه اللي اشتغل في تطوان يعني خدم مزيان في تطوان. هذا هو السوق ديال القرب كما قلت حنا في حي التوته متبعينا. نتمنى تخدم معنا سي بلال هالمره من حي الصومال اخي العزيز. طبعا سي بلال دوزت البارحه اخي بالليل انا في اطار شكون مازال سهران معنا الليله وقلت نتمنى يكون سي بلال من حي الصومال معنا في البث المباشر. رجع الجوله ديال الليل شكون مازال سهران معنا الليله وشوف تلقاني وصلت لحي الصومال صافي كتقلب الطوبيس ورجعت. كنت كنتمنى سي بلال انت من حي الصومال اللي طلبتي لنا اننا ندوزو كنت كنقول نتمنى انك تكون معنا في البث المباشر معنا ولكن شاءت الاقدار ان ما كنتيش ماشي مشكل فرصه لاحقه ولكن رجع البث المباشر ديال البارح شكون مازال سهران معنا الليله وعاد تشوفوا اخي بلال. شكرا لك على التفاعل والتعليق ديالك. اذا حنا في شارع المحمديه متبعينا في اتجاه شارع الدار البيضاء وصولا الى جهه ديال كليات العلوم. يا سلام على تطوان ساكنة مرحبا للا ساكنة من تطوان. إذا متابعينا طبعا نتمنى تكونوا قضيتوا معنا أوقات جميلة في هذه الدردشة الصباحية من تطوان عبر شوارع المدينة. أمامكم جبل الغرغيز الآن حنا في شارع المفترق بين شارع المحمدية وشارع الدار البيضاء المدارة ديال شارع الدار البيضاء في اتجاه جهة ديال كلية العلوم. نتمنى تكونوا معنا أوقات جميلة في هذه الدردشة الصباحية كما قلت. غنوصلوا معكم حتى الباب ديال كلية العلوم ونقلبوا الوجهة. متابعينا قلنا كاين الامطار وكاين الثلوج في المدن وفي المناطق ديالكم الان نتمنوا الخير وتكون الامطار في جل المدن المغربيه لان حنا في امس الحاجه لها متابعين. جوله عبر محمد اهلا بك الله يبارك فيك سي محمد تحيه لكل متابعينا من تطوان خارج تطوان من المغرب وخارج المغرب. نحن الآن أمام مدرسة مولى عبد السلام بلمشيش اللي في الجوار كلية العلوم. شكرا لك زكريا. إذن متابعينا مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من تطوان كما قلت غادي نوصلوا للبوابة ديال كلية العلوم ونرجعوا معكم في هذا الشارع نيت في انتظار مباشر آخر من تطوان أو من المرتيل أو من المضيق على حسب البرنامج. إذن هذا شارع سبته الآن غادي ندخلوا نديروا المدارة ديال كلية العلوم والعلوم الإنسانية هي اللي على اليسار. دخلت السيارة حنا غندخلوا من هنا باش ندوروا وتشوفوا معنا كلية العلوم بالمهنش الثاني مهنش جوج. طبعا كلية العلوم تابعة لجامعة عبد الملك السعدي وكانت اهتزت جامعة عبد الملك السعدي لإثر واحد الفضيحة ديال البيع والشراء ديال المصر والتوظيفات طبعا اللي كانت تم اعتقال بعض الأشخاص وكاين بعض الأشخاص اللي السلطات القضائية دارتهم تحت المراقبة القضائية. هذه فضيحة معيار ثقيل تنضاف إلى فضائح جامعة عبد الملك السعدي متبعينا. هنا كنشوفوا مستوى ديال التعليم للأسف أنه يطيح للزيرو ملي كتلقى ماستر كتباع والوظائف كتباع بالمال. هذا مشكل طبعا شوف تي في كانت سباقة لتفجير هذه الفضيحة عبر شوف تي في متابعينا في الأسبوع الماضي. إذا عدنا لكم عبر شارع سبتة متابعينا تنشكركم سي محمد تحياتي من برشلونة الناس تطوان تحية الناس ديال برشلونة المدينة السياحية الجميلة تحية الناس ديال الرملة بلاصة اسبانيا وبرشلونيتا وبلاصة كاتالونيا متابعينا. نتمنى تكونوا قضيتوا معنا اوقات جميلة في هذه الدردشة الصباحية. كان معكم احمد المعتكف في كالعادة الى اللقاء في مباشر اخر توحشتي تطوان. شكرا لك اخي العاد مباشر مرحبا لالا ساكنة من اي مدينة انت من تطوان في اي مدينة الان لتوحشي لتطوان. نتمنى تقضي معنا اوقات جميلة عبر شوارع المدينة متابعينا في هذه الدردشة الصباحية. طبعا حنا في تطوان دائما عندنا مباشر في الصباح في نص النهار وفي المساء وفي الليل شكون مازال سهران معنا الليلة. نتمنى تكونوا قضيتوا معنا اوقات جميلة من تطوان. من الان كما تشوف جهه ديال مهنش جوج دوزنا على كليه العلوم في هذه الجوله الصباحيه.
إذن على العموم متابعينا، إلى هناك معكم أحمد متكي كالعادة في البث المباشر الصباحي، إلى اللقاء في مباشر آخر.